بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. زي ما انتوا عارفين الحدين الأخيرين من السنة القبطية بتقرأ الكنيسة بإرشاد الروح القدس على سؤال التلاميذ والجموع للمسيح للمجد عن ما هي علامات مجيئه الثاني. وزي ما كنت بقول امبارح ان من يوم المسيح دخل عالم الانسان والانسان تعلق به، ومن يوم ما المسيح وعد انه هيجي تاني كل القلوب اللي تعلقت بالمسيح بقت بتبص على امتى هيجي. والمسيح ادى علامات، ولكن في نهاية العلامات قال ما تدوروش على اليوم ولا الساعة، بس ادى علامات. طب العلامات ايه لازمتها؟ تأكد لك كلام المسيح، حروب، مجاعات، أوبئة. طب ما دي موجودة من الأول، تأكد لك كلام المسيح. طب أعمل أنا إيه؟ قال لك اسهروا، استعدوا كأنما إنسان مسافر أعطى عبيده الوكالة وهيجي في أي وقت. يا للخسارة لو جه ولا أنا نايمين، خسارة رهيبة جدا. مش سهل قوي على الواحد فينا إنه يحط يوم مجيء المسيح قدامه في كل يوم، مش سهلة، مش في الإمكانيات الطبيعية للإنسان. في قديسة اسمها قديسة سارة، القول الوحيد المكتوب عن حياتها يعني بتقول أنا كل ما أحط رجلي وأطلع على السلمة الثانية أتوقع أن أنا مش هلحق أرفعها إلا وأقابل المسيح. طبعا دي قامة يعني مش كلنا كده، بالعكس صعبة خالص. طب الإنسان يعمل إيه؟ أنا باخد من الكنيسة، يعني الكنيسة رتبت لنا ترتيب بديع قوي، كل ليلة قبل ما ننام بنقف نقول يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بكل الحواس، فاصفح واغفر كصالح ومحب للبشر. ايه رأيكم في الصلاة دي؟ هي عبارة عن تصفية حساب كل يوم، بس عاوز الإنسان يبقى صادق مع نفسه. تدبير سهل ده، ان كل يوم اشوف انا مستعد لمقابلة المسيح ولا لا. طب وايه اللي يعني ايه اللي هيطلبه مني المسيح؟ شوفوا المسيح عايزنا نبقى زيه. تقول لي الكلمة دي صعبة، أقولك أبدا، ده بولس الرسول قاله كونوا متمثلين بالله، خليكم زي ربنا. ليه بنستصعب الكلمة دي؟ ده أمر، خليك زي ربنا. طب وربنا ده بيعمل إيه؟ بص عليا أنا وشوف علاقة ربنا بي إيه، الخطايا اللي أنا بعملها في حياتي يعني بيعملها بيسامح، وبعدين إيه بيستر علي،
وبعدين كل يوم أقول له يا رب اغفر لي ذنوبي كما أغفر للمسيئين إلي، يغفر لي كل يوم. أما ليه بسمع كتير؟ أنا سمحت كتير خلاص ما أقدرش تاني. لا، خليك زي ربنا اللي بيسامح كل الوقت، ما في مرة تخش لربنا تقول له يا رب أرجوك سامحني، هيسامحك بس هيجي يمسك لك لو مسكت على واحد. فاكرين المثل اللي قاله المسيح ده؟ كان في سيد ليه مديونين، فجي للمديون الأول ده عليه 50 دينار، قال له أوف يا معاليك، قال له معيش أرجوك سامحني، أرجوك استنى علي، ولا كان عليه 500، ده عليه كتير قوي. طب قال له طب خلاص امشي. خرج لقى واحد مديون له هو ب50، طب ده انت مديون ب500 وسامح، والمديون لك انت ب50 ده هيعملوا لك ايه؟ ما انت الدين اللي عليك كبير قوي، هتعمل لك ايه ال50؟ هيعمل لك ايه واحد غلط في حقك؟ ما انت غلطت في حق الله، عاوز مش راضي تسامحه ليه؟ ده هينجيك من الدين الكبير اللي عليك. فمسك الرجل قال له ارجوك سامحني معيش، قال له لا تعالى بقى، مسكه وافترى فيه، حطه في السجن. سمع السيد بالرغم من انه كان غفر وسامح الدين كله، قال له لا تعالى بقى تدفع كل الدين. طب ادفعه ازاي؟ معوش. طب اقعد في السجن لغايه ما توفي. طب ده هيقعد في السجن هيوفي ازاي؟ قفل عليه. يا للمثل خطير جدا. طب اعمل ايه انا عشان لما يجي المسيح اقابله يا اخي هي صعب عليك تسامح ويبقى قلبك طيب؟ اعتبار كونوا رحمين بعضكم على بعض، ما تشغلوش قوي بعلامات المجيء التاني وهي امتى وفين والاوبئه، مش هتفيدنا. هتفيدنا ان انا ابقى مستعد لمقابله المسيح. ازاي؟ خليك زي المسيح، زي ربنا، كونوا متشبهين بالله. ما تستقلوش الكلمة دي. المسيح قال لك إيه؟ لا يصيح، لا يشتم، كل محبة، لازم تبقى زيه. طب أعمل إيه؟ ما أنت مولود منه. عارفين المثل البلدي اللي يقول لك إيه؟ من شابه أبيه فما إيه؟ فما ظلم. هو يعني واحد يتولد من أب يطلع شبهه، ما ده طبيعي خالص جدا. هنتناول النهاردة ونتولد لازم نبقى شبهه خالص. ساعات واحد يقول لي طب أنا زعلان من فلان، ينفع تتناول؟ يقول ينفع، بس بشرط تاخد المسيح تعيش بيه، تاخده وتغفر، تاخده وتبقى مش كل مرة بنتناول نقول ايه، كل مرة تأكلون ايه تبشرون بموته وتعترفون بقيامته. انتوا فاهمين يعني ايه تبشروا بموته؟ يعني مش بنقول المسيح اتصلب، لا، ده انا جوايا انا بتناول وقول انا مستعد للصلب وحبشر بالصليب جوايا، انا حسامح وحقبل المهانة كل المهانة والزلة كل الزلة. ليه؟ عشان اخد القيامة، عشان لما يجي المسيح ابقى لي مكان فيه. طبعا علشان لما تقرأ الانجيل بالتفصيل، المسيح ادى علامات حاجتين عشان اللي يقرأ الانجيل ما يتهش. طبعا ارجو انكم تقروه تاني. المسيح بيدي علامات خراب اورشليم وعلامات مجيئه التاني، الاتنين متداخلين مع بعض، لأن الرؤية اللي بيكلم عليها المسيح بره الزمن، فبره الزمن ما فيش الترتيب، الترتيب الزمني لما تشيل الزمن منه خلاص، فالعلامات متداخلة. لكن المشترك فيها ايه؟ الخراب، الخراب جداً.
والحاجة التانية اللي لفتت نظري جدا غياب المسيح. فين المسيح دي؟ عمال يقول لك ايه اخبار حروب مملكة على مملكة زلازل اماكن مجاعات او طب وفين المسيح؟ مختفي. مختفي ليه؟ مختفي جواك. ودي سمة النهاردة، ضيقات كتيرة وامراض وبتاع وناس، فين المسيح؟ ده جواك. فاكرين قصة المسيح للمجد وهو في المركب وقامت الريح والعاصفة والمركب هتغرق والتلاميذ عمالين ايه فين؟ لما افتكروا المسيح نائم على وسادة في المؤخر راحوا قاموا. بعد ما ضيعوا حياتهم خوف ورعب وصراخ راحوا للمسيح قالوا له أما يهمك أمرنا، قام. عجيبة قوي قوي. فالمسيح ما بيتحركش من الأوبئة والزلازل والمجاعات، ما بتهموش دي. مين اللي يصح المسيح؟ أنت. كلمة يا رب يسوع الحقني يقوم. طب ما صحتش من الموج العالي والمركب والعملات والرعد والبرق ده؟ ما صحتش؟ لا ما صحتش. طب ما صحتش احنا عاملين نصرخ في الهواء؟ لا ما صحتش. ما ليه اللي صحاك؟ يا رب أما يهمك أمرنا؟ قام. وأول ما قام انتهري وبقت الناس في سلام. أقول لك على حاجة تانية. طب هو كان في المركب دي؟ طب والمراكب اللي حواليه والريح اللي كانت قايمة على كل الناس؟ لما التلاميذ ندوب بقهم سكت البحر. ياه. طب أنا وإنت النهاردة إيه مسؤوليتنا قدام العالم اللي بيغرق؟ أقول أنا يا يسوع ارحمني وارحم العالم، يهدى العالم. ياه. دي مسؤولية رهيبة موضوعة علينا كأبناء كحاملي المسيح. تمثلوا بالله، أنتم المسيح. فالأوبئة والزلازل والمجاعات وأمة على أمة لا تقصر. قال لك لا تقصر تلك الأيام إلا بسبب المختارين. ومين المختارين دول؟ قال عليه مرة تانية الصارخين إليه ليلا ونهار. عاوز تعرف أنت مختار ولا ما أنتش مختار؟ سهلة قوي، بتصلي ليل ونهار أنت مختار. لألا يختي بغتة فيجدكم نيام. اسهروا. السهر إيه؟ زي ما قلت لك هي صعبة. تصلي كل يوم الصبحية ربع ساعة وتصلي بالليل ربع ساعة. بصدق أنا بسألكم يا ريت، صعبة ربع ساعة الصبح وربع ساعة بالليل في العالم اللي احنا عايشين فيه الصعب؟ صدقوني ما صعب. طب ما تعالوا نتفق مع بعضينا كده كل يوم ربع ساعة الصبح مزمور اتنين تلاتة والقطع والتحليل، وبالليل مزمورين اتنين تلاتة. ايه رأيكم؟ ده المينيمم. والقلب يبقى متعلق بيه، فلما يجي نكون مستعدين للقائه. لربنا المجد للأبد. أمين.